بسم الله، اهلا بيكم يا شباب. في الفيديو ده هنبدأ نتكلم عن الداتا شيت وازاي نحملها من موقع شركة شينت. طبعا زي ما شفنا في الفيديوهات السابقة ان احنا بنتكلم عن البرودكت داونلودز، كل المنتجات تمام الموجودة في شركة شينت في قائمة كده تقدر تنزل منها كل البي دي افات، كل ملفات الاو ان دي الخاصة بالشركة محطوطة على الموقع. طبعا احنا اشتغلنا في الفيديوهات السابقة عن الاو ان دي بننزلها ازاي وملفات الاوتوكاد فايل بننزلها ازاي. النهاردة هنبدأ نشوف الداتا شيت واليوزر مانيوال. طبعا احنا في الداتا شيتس يا شباب بيبقى موجود عندي تفاصيل كبيرة عن الانفرتر وتركيبه وكل شيء تمام، بتلاقيه تكنيكال داتا موجودة كلها في الداتا شيت. احنا كمهندسين دايما بنختار ان احنا بنتعامل مع الداتا شيت وليست اليوزر اليوزر مانيوال اللي هو دليل المستخدم بيبقى فيه معلومات تمام، بس مش زي الداتا شيت الخاصه بالانفرتر. فاحنا عايزين نبدا نشوف تفاصيل الداتا شيت وبنحملها ازاي وموجوده فين على الموقع من شركه شينت. هندخل طبعا على موقع شركه شينت، زي ما قلنا دايما بندور على البرودكت داونلودز وهنبدا نشوف الداتا شيت الخاصه بالانفرترز بتاعتنا تمام بالتفصيل. تعالوا كده نبدا ندخل على الموقع، نبدأ ندخل على الموقع بتاع شركة شينت. زي ما قلنا دايما احنا بندخل فين تاني اهو، بندخل على شينت باور سيستم وبعدين بنختار ريسورسز ومنها نختار البرودكت داونلودز. اول ما بتفتح البرودكت داونلودز هنبدأ نشوف ادي في عندي هنا الداتا شيتس اند اليوزر مانيوال. طبعا الداتا شيت الخاصة بالانفرتر طبعا بيبقى هنا في حاجات لسه نازلة جديدة مثلا، فبيكتب لك قدامها ايه نيو. فانا عايز ابدا اشوف مثلا انفرتر سي في عندي 50 او 60 كيلو، في عندي 100 و125 وهكذا، في 275 كيلو وات. فانا مثلا لو عايز اشوف الانفرتر ال 50 كيلو ضغطت على الانفرتر ال 50 كيلو، هو ملف كده بيبدا يتحمل لي كده ملف بي دي اف، ده فيه كل التفاصيل اللي انت محتاجها عن الانفرتر ال 50 كيلو. طبعا زي ما احنا شفنا في فيديو سابق في الانفرتر ال 100 تقريبا وال 125، احنا هنبدا نشوف ادي في عندي هنا 50 او 60 كيلو وات اللي الاصدارين موجودين. طبعا الفولت من ناحيه الدي سي 1000 فولت دي سي، ده بيبقى عباره عن سترينج انفرتر تمام. طبعا هنا هتلاقي ادي السي بي اس الرمز بتاع شركه شينت، وزي ما شفنا في المحاضره بتاعت الاوتوكاد الشاشه، وفي عندي هنا الناحيه بتاعت الاي سي، وهنا في الناحيه الخاصه بالدي سي، وهنا في الجزء بتاع التهويه او المراوح، هنا في ديسكونكت سويتش اي سي وفي ديسكونكت سويتش دي سي تمام. بعد كده بيبدا يدي لك الكومبوننت بتاعته، زي ما قلنا في حاجه اسمها ستاندرد واير بوكس تمام، وفي عندي حاجه تانية بنسميها رابط شوت داون واير بوكس تمام. الاثنين دول موجودين او متاحين من شركه شينت في الفيديو السابق تمام. هتلاقي بعد كده التفاصيل بتاعه الانفرتر اللي احنا شفناها في كل الانفرترز ناحيه الدي سي تمام، والتفاصيل بتاعه الدي سي، ادي الموديل طبعا تمام، سواء كان الموديل ال 50 او الموديل ال 60 تمام. هنا طبعا الموديل ال 50 اعرفه ازاي، هو مكتوب سي بي اس سي اس اي 50 كي تي ال 50 هنا 60 كي تي ال تمام. يبقى انا هنا اقدر اعرف هنا القائمه دي او العمود ده خاص بال 50 والعمود ده خاص بال 60 كيلو. بيديني ناحيه الدي سي انبوت ايه المواصفات بتاعه الانفرتر من ناحيه الدي سي، ايه المواصفات من ناحيه الاي سي تمام. الناس ترجع للفيديو اللي هو احنا شرحنا فيه بالتفصيل ال 100 كيلو تمام، السيستم اند بيرفورمانس، وشرحنا البيرفورمانس بالتفصيل، وقلنا كمان في الفيديو اللي فات يعني ايه سي اي سي افشنسي. الناس ترجع للفيديو هتلاقي شرح تفصيلي عن الجزئيه دي. الانفايرمنت تمام مهمه جدا، الديسبلاي والكوميونيكيشن، الميكانيكال اللي هو الطول والعرض والارتفاع اللي احنا شفناهم يا شباب في الرسم بتاع الاوتوكاد، وزن الانفرتر كام كيلو، الماونتنج تمام، والانستليشن انجل زاويه التثبيت والتثبيت بيتم ازاي، و الترمينيشن من ناحيه الاي سي والترمينيشن من ناحيه الدي سي، وتاخد بالك من ناحيه السيفتي والورنتي هنا 10 سنوات، 10 سنوات دي الستاندرد، والاكستندد تيرمز بتبقى من 15 لحد 20 سنه، يعني على الاقل انت عندك ضمان 10 سنوات للانفرتر ال 50 كيلو او ال 60 كيلو من شركه شينت تمام. ابدا بقى ادخل على الديتيلز وشوف الفيديوز الخاصه بال 100 كيلو، هتلاقي تفاصيل الانفرتر ده موجودة عندنا على القناة، ابدأ شوف تفاصيلها تمام. احنا النهاردة اتعلمنا ببساطة
هناخد ازاي بنحمل الداتا شيت الخاصه بشركه شينت. زي ما قلنا بندخل على برودكت داونلودز، ومنها ندخل على اليوزر مانيوال او الداتا شيت، تمام. وبعد كده نبدا نشوف الانفرتر اللي احنا ايه محتاجينه. ادينا دخلنا اهو شينت باور سيستم، دخلنا على الداونلودز، نزلنا تحت كده لقينا ايه الداتا شيت اند اليوزر مانيوال، اخترنا الانفرتر اللي احنا محتاجينه، عملنا له داونلود، فتحنا الانفرتر بتاعنا، بدانا نشوف السبيكس او المواصفات الموجوده داخل هذا الانفرتر. طبعا نفس الكلام اللي بيطبق على الانفرتر اكس هو يطبق على كل الانفرترز. هتلاقي هنا في الموقع، تمام، كل الانفرترز اللي نازله من الشركه ليها يوزر نيم وليها ليها عفوا داتا شيت ويوزر مانيوالز، تمام. ابدا ادخل بقى في اليوزر مانيوال والداتا شيت وشوف التفاصيل بتاعتك اللي انت محتاجها. طبعا ال 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 الفيديو بتاعنا النهارده اتكلم عن الداتا شيت، ان شاء الله هنعمل فيديو اخر عن اليوزر مانيوال ونشوف الداتا اللي موجوده في اليوزر مانيوال، تمام، بالتفصيل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.